ساعدوني أرجوكم. ماذا حصل يا تاتي؟ أحدهم يتصل بي. وجدتك. تحدثي ببطء أكثر. لا أستطيع أن أفهم شيئاً. ميسي فو في خطر. تاتي. ميسي فو في خطر. تاتي. أنا قادمة. صديقي ميسي فو، أنا قادم لإنقاذك. إنها لذيذة جداً. لا يعجبني هذا. علي أن أعرف ماذا تخطط باتي. سوف ألحق بها. كنا أنا وميسي فو نلعب من يقلد كاتربيلر أولاً، وبعدها ظهرت باتي ومعها كيس كبير وضعت فيه ميسي فو. علينا أن ننقذ ميسي فو، لكننا لن نعرف أين أخذت. إذا تريدون إنقاذ ميسي فو عليكم الذهاب إلى القبة. لكن أين القبة؟ لكن هذا مريب بعض الشيء. سهلا كثيرا. سوف نكون حذرين جدا. أها، هيا. ماذا يوجد بداخل الكيس؟ لا، إنه ميسي فو. هذه المرة لن تمسكي بي. سنرى بشأن ذلك. باتي الأولى، باتي الثانية، باتي الثالثة. أمسك بميسي فو. لكن هذا غش. أمسكتك. لكن هذا يدعى غش. في عالمي كل شيء مباح. والآن سوف تبقى هنا حتى يأتي شخص ما لإنقاذك. لا أعتقد أن هذا سيحصل، لأن أصدقاؤك ذهبوا إلى مكان آخر. مسكين ميسي فو. تاتي ساعدي. لا تقلق يا ميسي فو، لقد جئت لإنقاذك. ستخرج. هذا لا يعمل. لقد صنعت باتي قبة عظيمة. ساعدوني. لا تقلق يا صديقي، سنجد خطة لتخرج من هنا. لنسأل الساحر العظيم. ماذا؟ نعم، فكرة رائعة. ميسي فو، أين جرسك؟ لا، أعتقد أنني أضعته. هذا ليس ميسي فو. لا تقلق يا صديقي، سوف أساعدك. انظروا ماذا يوجد لدينا هنا. سوف تكون برفقة ميسي فو. ليس الطريق إلى منزل الساحر العظيم. لكننا لن نذهب إلى الساحر العظيم، سنذهب إلى منزل باتي لننقذ ميسي فو. سأشرح لكم كل شيء. والآن سأذهب إلى منزل تادي لكي أخذ كتابها السحري.
أبرا كدبرا، يتعطل سحرك ولا يعمل أبدا لمدة 3 أيام. لقد فشلت الخطة مجددا. شكرا لكم يا رفاق على إنقاذنا. أعتقد أنني نسيت شيئا. باتي أخرجيني من هنا. اشتركوا بالقناة. دادي أشعر بالملل، ما رأيك أن نطير إلى الجبال؟ لا، أفضل الطيران فوق المدينة. لا، الناس لا يحبون الساحرات الصغيرات. لا تقلق ميسي فو، سوف نطير فقط فوق المدينة، لن نتجول داخلها. ميسي فو انظر، هل تذكر المزرعة؟ بالتأكيد، لقد كانت ممتعة جداً. انظر إلى المدينة ميسي فو، كم تبدو جميلة. أريد أن أحك وجهي. ميسي فو، ميسي فو، من فضلك سيدتي، هل رأيت قطة سوداء لديها عين زرقاء والثانية خضراء مثل أعيني؟ إنها ساحرة، إنها ساحرة تبحث عن قطة سوداء. لكنني ساحرة طيبة، لا أريد أن أخيفك. وأخيراً، أنا متأكدة أنه ميسي فو. مرحباً تاتي، ما الذي حصل لكم أيتها القطط؟ لقد طردونا من المدينة لأنهم اعتقدوا أننا قطط ساحرات لأن لوننا أسود فقط. حسناً يا قطط، ادخلوا إلى منزلي وارتاحوا. هل رأيتم قطتي؟ لديها عين خضراء والثانية زرقاء. لا، أعتقد أنكم جائعون. أنا جائعة جداً، وأنا أيضاً، وأنا أيضاً، وأنا أيضاً. أبرا كدبرا، يأتي حليب لكل قطة منكم لذيذ وساخن. آه، وأخيراً، أعتقد أنه ميسي فو. مرحباً أيتها القطة، هل أخرجوك من المدينة أيضاً؟ نعم، لقد أخرجوني من المدينة. آه، أيتها المسكينة، تفضلي، تفضلي. لا أتوقع أنك وجدت قطتي. نعم، نعم، لقد رأيته. أين؟ أين هو؟ أخبريني أرجوك. بينما كان الأمير يمشي في الغابة، وجد قطة ساقها مصابة. لقد حمل القطة وأخذها إلى القلعة حتى يعتنوا بها. آه، وأخيراً ميسي فو بخير. وكيف نصل إلى القلعة؟ العديد من الناس لا يحبون الساحرات. لدي فكرة، لدي فكرة. يمكنك أن تلبسي لباس الطباخة لأن الملك يحب الطعام كثيراً. يمكنك ذلك، لكن الملك لديه طباخ. أنا أعرف، أنا أعرف. يمكنك أن تتحولي إلى بطاطا. بهذه الطريقة يمكنك الدخول إلى القلعة. بطاطا؟ نعم، نعم، إلى بطاطا. إذا حولت نفسي إلى بطاطا سوف يطبخوني. وما رأيك بالتحول إلى موزة؟ لن أحول نفسي إلى موزة ولا لبطاطا أيضاً، لأنهم سوف يأكلونني بالتأكيد. ما رأيك بصانعة أحذية؟ صانعة أحذية؟ نعم، نعم، الملك يحب الأحذية كثيراً. إذا صنعت له حذاءً سوف يكون سعيداً جداً. أبرا كدبرا، يصبح لدي حذاء جميل أخضر للملك. صباح الخير أيها الملك، لقد أحضرت لك هدية جميلة.
حذاء أخضر. أوه، يا لك من صانعة أحذية بارعة. كم تريدين أن أدفع لك ثمناً لها؟ أوه أيها الملك، لا أريد أي نقود. أوه لماذا؟ حسناً أيها الملك، أريد أن أستعيد قطتي ميسيفو، إنه هنا، لقد أنقذه الأمير من الغابة. لقد أتى الأمير، يمكنك التحدث إليه. مرحباً أيها الأمير. مرحباً أيتها الساحرة، هل تعرفني؟ لقد أخبرني ميسيفو الكثير عنك بأنك ساحرة طيبة، تفضلي قطتك. شكراً جزيلاً تاتي. ميسيفو تاتي، لقد سمعت عن قطط المدينة وأود الاعتناء بهم جميعهم في قصري. هذه فكرة رائعة، أبرا كدبرا، تأتي جميع القطط لتعيش هنا بسعادة وهناء. شكرا جزيلا يا تاتي، لقد أددت العديد من القطط. وهكذا انتهت القصة، أتمنى أن تكون قد أعجبتكم. لا تنسوا المشاركة. أتمنى أن أصبح بطلاً خارق. واو، أنا وسيم جداً. ها، سوف أجعل حلمك يتحقق يا ميسيفو. أبرا كدبرا، يتحول ميسيفو إلى بطل خارق. يا سلام، والآن أستطيع أن أطير. يعجبني هذا الطيران دادي، لا يعجبني الطيران، أريد قوة أخرى. حسناً ميسيفو. أبرا كدبرا، يتحول ميسيفو إلى غير مرئي، لا يستطيع أحد أن يراه. أنا غير مرئي الآن، سأشاغب ولن يعرف أحد أنني أنا. ميسيفو لا. لا تعجبني هذه القوة الخارقة، سوف أوقفها لنرى كيف ستمسكيني. أنا هنا والآن هناك. سوف أمسك بك. أنت هنا، لن تمسك بي. ميسيفو هذا يكفي. مياو مياو مياو. ميسيفو كف عن المشاغبة. أبرا كدبرا، تتحول تاتي إلى بطلة خارقة وتمسك بميسيفو. سوف أمسك بك. أمسكتك. أفلتيني، لقد تسليت كثيراً بأن أكون بطلة خارقة. أبرا كدبرا، نحصل أنا وميسيفو على قوة خارقة جديدة. لكنني أحببت أن أكون غير مرئي. رائع، عضة شبكة العنكبوت. سأفوز هذه المعركة، سوف نرى بشأن ذلك. Thank you.
أعتقد أننا تعادلنا. نعم، فزنا سوية. اشتركوا بالقناة واضغطوا الإعجاب.